الاتحاد الأوروبي، وبأشد العبارات أدان روسيا لتسببها في معاناة لا توصف من خلال حملة القصف على مدينة حلب السورية. وقال وزراء خارجية الاتحاد في بيان عقب محادثات في لوكسمبورغ إنه منذ أن بدأ النظام وحلفاؤه وخصوصا روسيا الهجوم أصبح من الواضح أن حجم وكثافة القصف الجوي على شرق حلب مفرط في قوته، وأكدوا أنهم سيمضون قدما في توسيع العقوبات بحق نظام الأسد، إلا أنهم لم يهددوا بفرض إجراءات ضد روسيا على خلفية جرائمها في سوريا. وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي مقتنع بأن الوضع في سوريا يجب إحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما يجدد البيان دعوته إلى مجلس الأمن الدولي للتحرك بهذا الخصوص. أيضاً دعا الوزراء إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في حلب للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى المدينة التي تتعرض لقصف عنيف منذ أيلول العام الماضي. ولم يشر البيان إلى احتمال فرض عقوبات على روسيا، رغم أن بريطانيا والولايات المتحدة رأتا في محادثات لندن أنه يجب التفكير في هذا الإجراء.